الى شعب الايمان. قال الامام البخاري رضي الله عنه ورحمه في شعب الايمان قال باب في صله الارحام. ثم ساق الامام رحمه الله اسناده الى اسحاق بن سعيد قال حدثني ابي قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فاتاه رجل فساله ممن انت فمد له برحم بعيده فالان له القول فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرفوا انسابكم فصلوا ارحامكم الله. فانه لا قرب بالرحم اذا قطعت وان كانت قريبا ولا بعد اذا وصلت وان كانت بعيدا. نعم. فقال الامام رحمه الله وصف اسناده الى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احفظوا انسابكم تصلوا ارحامكم فانه لا بعد للرحم اذا قربت وان كانت بعيدا ولا قرب لها اذا بعدت وان كانت قريبا وان كل رحم ناديه امام صاحبها يوم القيامه تشهد له بصله ان كان وصلها وفي قطيعه ان كان قطعها. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يقصد له عليه في رزقه وان ينسا في اجله فليصل رحمه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يقصد له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. هنا هذه ضبط كما قلنا الصله من اعظم القربات ومن اكبر الطيبات. بل جعل الله ذلك ولا تعتيل الثواب فيها في الدنيا قبل الآخرة، أن جعل البركة في الرزق والعمر بصلة الأرحام. قال من أراد أن ينسى له في عمري وبارك له في رزقي فليصل رحمه. لذلك أدى السبيل إلى ذلك، لأنه ممكن الإنسان أن الحادث حتى في واقعنا هذا يتناسى رحمه ولا يعرفه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرفوا أنسابكم تصلوا رحمكم كلما عرفت أنه قريب أنت له، كما قال ابن عباس للقريب في هذا الباب فلان له من أجل قربه. قال احفظوا أنسابكم، وهذا واجب، لأنه وسيلة الواجب واجب. الوسائل لها أحكام، المقاصد. المقصد صلة الرحم لن تصله إلا به، إلا بالمعرفة، إلا أن تعرف الأنساب، وهذا علم خاص مهم جدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حسان ليهجو أهل الكفر قال لا تبتدئ حتى يريك أبو بكر النسب، تسحب نسبه. فقال سأسله الشعرة من العديم أو في العديم، الغرض أنه لابد حفظ الأنساب، وهذا سبب للقربات. وجاء الحديث مهم جدا، أشكل على العلماء من سر أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. أولها بعض العلماء على البركة فقط في هذا الباب، أنه ينسأ في عمره يعني يبارك له في عمره، كما كان علماءنا كالنووي مثلا 40 سنة، عاش كام؟ 46 إلى 40 سنة، عقد 40 وملأ الدنيا علما، وهذه بركة. على عينه نشر الله علمه، على عينه قبل أن يموت نشر الله علمه، وإلى يوم الناس هذا بسط الله له وكتب له القبول. وبعدين يخرج رعاع لا يفقهون ولا يعقلون، يعرفون بما لا يعرفون، يريدون إسقاط النووي. النووي فيه أشعار فيه وقد بيناها، ونخطئ النووي فيها ونقول يغفر الله له. أنا بكفر النووي؟ أعوذ بالله، ده المداخلة ولا مين؟ ولا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بالله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أصلا أنا بس مش أنا مستغرب، لأن أنا عايش في كده. شوف اللي في الساحة ضعاف علميا، يعني إيه؟ ما هو ظلم، مش ظلم، دول هيتحدى هيروحوا في 60 داهية. أنا أقول لك بس إيش هو أصلا المشكلة، مش كده يعني، اللي في الساحة تلات أرباعهم ضعاف علميا، مش عارفين يتعقبوني في مسائل علمية لا فرعية ولا أصلية، مش عارف لاهلين لهم شيء. فبيقول لك عيش مع هذا الرجل في وحي الخيال، يوم جايب كلام انا ما قلتوش، فيقول ومحمد حسام هو قال كذا وهذا خطا مبين في العلم والرد عليه كذا. عايش كل ده فين؟ في خياله. وبعدين ينقله للواقع،
ربنا يبتليهم بواحد لسانه أطول من البحر الأحمر. يا كذبة يا أولاد الكذبة، أهي من 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 دقيقة 6 لدقيقة 23 لم يقل قولا مثلما قلتم بحلم الأحوال. واحد طالع بيقول لك قناة تسهيل العلم، ده لو كان أعور أو أعمش كان رايح الناس. هذا أيضا من طائفة مايع جمع. أي حد تلاقيه يقول لك ونسهل اعرف أنه مايع جمع. فما يعجب عليه طالع، وبعدين قال لك ومحمد حسن سمع الحديث عن الله وما يتكلم. طب يا راجل ما تعرفش، اسكت. اخ دخله قال له لو سمحت ما ليش تقوله انت من التغيير كذا للتغيير كذا وهو عندك اما صحه. دخله تاني قال له يا ابني ما انت هتمسح احط برضه 15 مره لغايه دلوقتي بيمسح. فالتاني قال له طب انت ما عندكش علم وعارفني، مش رجل ما عارفني، كذاب عارفني. هو كتاب له، هو قال لي انه كتاب له مخنثين. قلت له لا يجوز لاحد اتكلم عنك، على الاقل ستصدر العلم، لا تقل ذلك. قل له لا تكن افاكا يا اخون عالما. اتصل الراجل قل له على هذا الباب وما عندوش للمسح. فهم بيعملوا كده. حتى الحداد الثاني طلع قال لك محمد حسن قال البخاري من الخوارج. انا مشكله اصابوني بالغرور، مش عارفين اصلا يمسكوا حاجه علميه، مش عارفين يتكلموا علميا معانا. وهذا الكذاب ابن النوبيه اللي موجود في تركيا هذا البتاهته، انا دخلت مره تحته عندنا بضعف علم عنده ويقول لك بيصدر نفسه. يا ابني ورينا اصلا، نريد نشاهد علما، نريد نشاهد عملت ايه في الامه في هذا الباب. نفس الامر دخلت له اخت قالت له انت بتكذب علي، قام عمل لها بلوك. دخل اخ ثاني قال له يا ابني الاصول اللي بيأصل بيها اصول صحيحه، رد على اصول بيأصل عمل بلوك. فهم ده مزود شغالين مزود. فشو ده شوية وانتوا زعلانين ان ربنا مسلط علينا يعني جهابزة الشر. ده شوية هم بقول لحضرتك تاني يقول انه في حد تاني من حجر برضو كفرته. ها ان لله ان راجعون إن لله إن لله راجعون. لا بقى حسد شيء الوسط فيه حسد شديد. أنا بينت في الحلقة الأعطاب الثلاثة الموجودة في الدعوة السلفية. ناس بعتين من تونس قال أسلشت صدورنا وهذه الأعطاب موجودة. الجهل المركب هو متبع تحزب على شخص. الجهل المركب ده في كل السلفيين، يعني بعض ما يجمع عندهم علم أكثر من السلفيين. حقيقة الأمر دينا لله. السلفية بقى قميص وسواك فاهم عليك بغطرة. أغلبهم هكذا وما في علم، عندهمش علم وكمان ما بيتعلموش. الناس بقى عندهم انصاف الله تعالى يعني يكسب أمثالهم. لكن حقا أو كفر النوم إيه ده؟ والله العظيم أنا أخشى أن ربنا يمسخني كلبا أو حمارا، أعوذ بالله من غضب الله. لكننا نخطئه وبينا خطأه في مسائل الصفات. حتى اصلا شيخ مشهور يعني كان عنده بحث خاص انه الشيخ النووي راجع عن ذلك كمان، راجع عن ذلك. راجع ما رجعش، احنا بينا الخطأ وانتهى الموضوع. تغمر باذن الله في بحر ايه حسنات من ذهب وما ذهب شتموه بشخص. انت قال لنا هو كده ابن تيميه قال عنه ذلك. انا فرحان احنا ماشيين في نفس الخط. شيخ حسن دمشق هو قال الدماء بيكفر آل البيت وقالوا سب الرسول. ابن تيمية سب اللي هو طلع كتاب أمتع الكتب صار المسؤول على شتم الرسول. قال لك ابن تيمية سب الرسول. فسؤال كوني، سؤال كوني. هو أيضا بعد ما تتبنى يموتون منه. ولما قلنا أنه لازم وجوبا الأمة بقى تقف، الوعد واعد، العالم عالم، الداعي داعي، يا على اللي حصل ايه ده؟ ده عادي سقط الناس اللي موجود. ايه اللي بيحصل ده؟ كله بيخاف على نفسه. لا ما بيخافش على التأكيد دلوقتي، بيخاف على نفسه. عايز اقول لنا ده واعظ ما يتصدرش يكلم فاتو هو ده ما بقول. كله بقى بيخاف على نفسه. دي حقيقه وهتظهر هتظهر. اي احد يلبس ثوبا اوسع منه بيطير، مش بيسقط بيطير. اما هو بقول لك ايوه قبل بقى ما يجي الضوء يعمل لك ايه؟ اسبق او بوسه وحطه على جنب. اللي ما تعرفش تضربه اعمل فيه ايه؟ صاحبه طبطب عليه وبوسه. هذا هو ده اللي ماشي فيه، ده الوسط الملتزم اللي عايز ينصر دين الله. هو ده. وبعدين هتيك بقى اللي من بره اصلا يضغط عليك ضغطات هو مش فاهمها. وحتى انت تتبنى امر تقول له النبي عمله، انت هتنكر عليه ليه في النبي عمله؟ ها
ما فيش، مش ممكن، عشان هم اصلا عندهم عداوه للدين نفسه، مش بعاد، مش بعاد اشخاص، عداوه للدين نفسه. ما فيش نصره. بعدين في في ضغط علينا اكتر من كده. هو في الناس عايزه عايشه ازاي؟ اهو ربنا ضغط عليهم اي ضغط، ضغط وهيضغط عليهم تاني. اقسم برب السماوات العلى ان لم يرجعوا ويعرفوا القدر الصحيح في نصر الدين لا يضغطن الله عليهم مره ثانيه، هتوصل لدرجه لا يطيقها احد. ويعيش الذي يعيش لله الذي في علاه كانه لا يرى الضغط ولا كانه في اي شيء، علامات الساعه وكمساله العرصات ولا اي شيء، ما دام قد وظف نفسه لله جل وعلا. بس يا شيخ اصلا يلوموننا اننا نقول طب النبي تزوج عائشه بسن وسن، عمر بن الخطاب فعل ذلك، عثمان فعل ذلك، مش دول خيار الناس؟ مش ده اختيار الله؟ الواقع طب احنا بقى هنغير الواقع. دي بقى الكلمه دي اللي بجنون المغرور ابن المغرور دوت بيقول لك انا هغير الواقع. يا ابني لا، انا بعتصم بالنبي جاء على جاهليه معمقه، غيرها ولا تغير بها؟ هو بقى هو مبعوث ليغير ونحن كذلك. مش قال فطوبى للغرباء؟ والله وراكم وراكم حتى نؤسس لهذه السنه والسنه تكون منتشره بين الناس. يتخذون الممدح عيبا ويتخذون المنقبه مذمه. لما؟ لان في الاصل هم يعادون الدين، مش متقبل، لانه مش بيعاد الدين اصلا، وحتى من الوسط الملتزم يبغضون السنة لأنها تكشف أمرهم. لأن أنت أصلا تواقف تقول له أنا اللي يجوريني السنة، ما يجورينيش أي شيء تاني. الله، طب والشيخ؟ الشيخ قال يا ابني بقول لك اللي يجوريني السنة الشرع، كن كذلك. لذلك أنت ترى يعني ما أنا أقول النووي 40 سنة ما رأى الله علمه، أنا بكذب على إخوة؟ طب دي مش مجاز خاصة دي ولا أنا أهو متخبين، أنا مأمور وضعا إن أنا ما أظهرش في أي حاجة، وديني متخبى وهو مخبيني زي العذراء في خدريه. جيد. وهو دي بقى ودي مجالس خضره ما خضره مخضره، وادي مجالس خاص. انا في حد فيكم سمع مني حتى انتقصت من قلم النووي؟ اكفره؟ كذب مش كذب. ما سيب الظلم الباين، ما هذه سنن كونيه بقى. انا اسعد بكده. واحد ساب الحلقه كلها وبيقول لك ده بص تعالى اتكلم في الشفع تاني. يا ابني في كده؟ انتوا ما عندكمش دين، انتوا مش فاهمين القضيه اللي انتوا فيها، انتوا مش عايشين على القضيه اللي انتوا فيها. هناك من في السجون مات ويموت في السجون بهذه الطريقه، وهناك من قتل ودمه سفك بسبب هذا الجهل المركب اللي انتوا فيه. اللي طلعوا دول وقتلوا، انا بحمل الجميع هذا الدم، والله سيحاسبهم جميعا. الدم لا يمكن يذهب عند الله، الدم بالذات لا يذهب عند الجميع، لا احل احد. الجميع سيسأل عن هذه الدماء، سيسأل. ما فيش واحد هيبرأ من الدماء اللي سالت دي كلها، فاهم؟ إلا من كف وقال هذا مخالف الشرع ابتداء، قال هذا مخالف اللي بتعمله ده مخالف الشرع. ما فيش حد سمع. أنا أصلا ضويت السماء كلامه لدرجة إن في من أنبله أعلم من هو مسكني كده، قال يا محمد يا حسن أنت فقيه، تكلم معنا بفقه وانظر لنا نظرة الفقيه. فأنا ابتسمت وقلت له أنت أرقى من تكون عندي والله يعلم بذلك، هذه النظرة نظرة الفقير، فخذ بها. بعدها بشهرين اتصل بي قال لي ليتني اقتدي بك. قلت له المسألة لا تصح ابتداء لا تصح. فالمسألة هنا ما فيش حتى يبرأ من كل ده، كله داخل فيه ما فهمش أبرأ. وليه؟ للنوعيات دي، هذه النوعيات الكوحيف. هذا بقى الكحول ده، هذا قال كده كحول، اما يكون كحيل واما يكون مكحول، فاهم؟ وفي الغالب اكثرهم كحول كحيل. مشكله كبيره. ليه؟ لانه بعدين بقى ازاي ينقلب الكحول لكحيل او ازاي يكون كحيلا، هذه ايضا لها سبل وخطوات، ودي هنجيبها ان شاء الله عند الكلام على بومة التركية. ها في لا مزارع الموز، مزارع الموز. مشكلة. عامة النووي وأمثال النووي نسأل الله يسكنهم فسيح الجنات، شوف على عينه نشر الله علمه، على عينه نشر الله علمه. يعني لو تحفظ النووي يعني فقط رياض الصالحين وما كتب الله له القبول لجالك ذهول. ولو تحفظ النووي قبل موته بموقف أصعب ما يكون، لما ضرب بيبرس
المكوس على الشعب جميعا قام النووي. طبعا العلماء سكتوا ابن جماعة. فقام النووي فقال لا يحل لك أن تأخذ من ضرائب الناس شيئا حتى تفرغ خزانة بيت المال المسلمين. خزانة دولتك تفرغ عليك لك الآن أن تأخذ من أموال الناس. لأن المسلم قال لا يحل من المسلم إلا عطيه مسلم. نفاء 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 يعني ودى فين على نفاء ودى على الأرض أرض أو أرض خضر يعني. المهم أنه نفاء. وقام الناس شوف بقى شوف ساكتين ما بيكلموش لما نفى النووي. مين اللي حرك القلوب دي؟ مين اللي حرك القلوب دي للنووي والألسنة تتكلم في حق النووي؟ لذلك قلنا لهم ما فعلوا كيدوا ابعتوا لنا. انا انا سني 21 والتانية ابعت امثال واطراف في هذا الباب ما يهمكوش. لكن كل ذلك الذي تخطط له الله على يدك وانت تخطط. الله على ختمك وانت تختم اعمله مع كذا. الله هو الذي فعل لان الله جعل مالك القلوب الألسنة فحرك القلوب. فذهبوا لبيبرس قالوا النووي ألا تدري من النووي؟ فبيبرس لما رأى لا وجد العلماء تكلموا في حقها كان شو هنا بقى. لكن تلغوا نفاه وفي الوسط أنت موفق أنت مسدد أنت النبي معاك. فهم والدعاء طب العالم رب لا يا جماعة فهموا والله أنت بتتك أنت في لو كان في الأمة ملهم لكان أنت عمر في أول الزمان وأنت في آخر الزمان. يعني في هذا لكن شوف العلماء حرق له قلبه بيبرس زهد. فكتب إليه كتب يعتذر كتب يعتذر وقال تعالى نواسك. أخذ نفس الورقة وانقلبها قال لا أساكنك في مكان. ما فيش كلام أكثر من كده لا أساكنك في مكان. لا وكان أيضا اتقوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيضا بيفهم بيفقه قال لا أساكنك في مكان. هنشوف بيبرس رد التطاب. لكن هذه الأمور لابد الشرع ينضبط. فهنا الله جل في علاه نشر علمه على أي ومات 47 سنة. وانظر انظر ناوي رد الطالبين تكفيك رد الطالبين تكفيك. طيب وتختار المنهاج له يعني شوف الله جل في علاه يعني كيف صح مسلم كيف منتشر يعني قبل القاضي عياض قبل المازري ايضا القرطبي المفهم افضل من شرح مسلم في مواطن فاهمني. ومع ذلك ذيعه سيتمن تنوي تتكلم عن مسلم النووي وكله ينقل من النووي ايضا. يا اخي النووي ناقل من القاضي عياض. ابن حجر لما بينقل المفروض ينقل من مين؟ القاضي عياض ينقل من النووي. وقال والنووي ناقل قول عياض اصلا وهو ناقل النووي. الله جعله يفعل ذلك. هكذا لابد أن نعقل ونفهم كيف يتعامل الله مع عباده. فقال من أراد نعم ووصل للرحم وأصلا كان يجلس الكتب حلو. فحقيقة الأمر في هذا الباب يعني التوجيه بأنها البركة. وقال البركة في هذا لا الصحيح أن نقول أنها على بابه أن رزق يكون فيه البركة والكثرة معا. كثرت ضم البركة كثر بصلة الأرحام وهذا مكتوب في لوح المحفوظ أو مش مكتوب في لوح في صحف من الملائكة. ده اللي أشكر العلماء نقول لا الذي كتب الملك يتغير وما تغير. وعمر الخطاب هو بين لنا ذلك لما طاف وبكى وقال لو كنت تبدأني شغلان فامحوها امحوها وين وفي لوح المحفوظ في شيء معه ما كنت لوح المحفوظ ما في معه انتهى أمر فامحوها وين بقى. ها هو نفسه دلل على ذلك فامحوها عن صحف الملائكة. قال قرأ الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت ها وعنده يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت وين صح الملائكة وعنده أم الكتاب لا تبديل ولا 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 ولا, ولا فيكون هنا كثرة متضمنة للبركة. ونفس الأمر العمر والوصال للرحم أكثر ناس حياة أطول ناس حياة لكن ليست أي حياة طول حياة بإيش ببركة يعني طاعة. وذلك هنا قال من سره النسب في الأجل والزيادة في الرزق فليتق الله وليصل. شوفنا نسب في الأجل يعني التأخير في الأجل على واقعه
والزيادة هو ما قالش البركة بقى هنا، ده نص هنا عليه، نص على الزيادة، والزيادة نص، والزيادة بالنسبة ليتقي الله وليصل رحمه الله. والحقيقة كما قلنا أن هذا على أصله على بابه. فهد المصنبطة صلة الأرحام من أعظم الطيبات الصالحات. الأصل حمل اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. الجزم جنس العمل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.